نشوف الأشقاء شايفين المباراة إزاي. أول شيء أبو بدر، أنا أهلاوي. أنا أهلاوي مصري، أهلاوي سعودي، إن شاء الله الأهلي يكسب، مع الاحترام الكامل للزمالك وجماهير الزمالك. أبو بدر، ترى ما يعني لا تقل أنك تجيب الأهلي والزمالك وتلعب فيهم كأول بطولة رسمية خارج أرض مصر، ترى لا تقل عن استقبال برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد والأندية العالمية والأندية الإيطالية. الكرة المصرية لها متابعينا في العالم العربي، في الخليج العربي، في مصر. الأهلي والزمالك ناديين كبير، لما تقام على أرض المملكة نجاح. معالي المستشار تركي آل الشيخ، بكل أمانة يا أبو بدر، من فترة لفترة جالس يقدم لنا شيء مميز وعمل مميز. نحن نشوف الأخوان المصريين في أرض المملكة العربية السعودية، ولكن يا أبو بدر قفل أبو ناصر، قال لكن ما يحضر، لا يعني حتكون مغلقة على المصريين. والله نتمنى كل يعني هو عشان الملعب يشيل 25 مناسبة مهمة، ملعب الأول بارك يشيل 25، أكيد بيكون 2000 تذكرة دعوات للسعوديين، بس الغالبيه مباراة ما تفوت يا ابو بدر. إيه بس بتروح معي مدرج؟ والله مباراه ما تفوت صراحه، الاهلي والزمالك لا تفوت. انا مع الاهلي ان شاء الله. طب خلاص حضرته برا الملعب. خلاص خليك برا الملعب اجل. محمد الشيخ، حدث حيكون تاريخي، اذا احنا ننتظر حدث ما فوق التاريخي. الامر الثاني، الحدث بكل ذاته تاريخي، يعني حتى اختيار الحدث هو تاريخي. تتكلم عن النسخه الفاصله ما بين 9 للزمالك و9 للاهلي على ارض الرياض، 1. 2، تتكلم عن هذه النسخه هي النسخه 103، يعني قرن وثلاث سنوات منذ انطلاق كاس مصر لكره القدم، نسخه تفوق كاس العالم في تاريخها، قرن وثلاث سنوات. اضف الى ذلك اول نسخه لكاس مصر خارج مصر. امر رابع، هذه الحفاوه اللي شفناها من كبار الاعلام المصري واللاعبين التاريخيين المصريين والمسؤولين المصريين، الكل ينتظر نسخه مختلفه على مر التاريخ لكاس مصر. الكلام اللي اتقال بيعكس المعنى اللي قلناه، الاحترام الشديد لهذا الديربي، يعني اقدم من كاس العالم. تاريخ اللقاءات الفريقين أقدم من كأس العالم. من كأس العالم صحيح، مش ضروري الكأس دي بالتحديد، لكن اللقاءات الكروية اللي بين الناديين. كأس مصر، هي حتى كأس مصر هو ابتدى بداية العشرينات ودي سنة 30. أيوة. كأس مصر أقدم من كأس العالم، الدوري هو اللي اتغير. فأول نهائي كان 27-28 فعلا، وأنا اللي اتغير هو الدوري، شكل الدوري. إذا هذا تقدير كامل جدا. الكلمة بتاعت العمري يعني يقول لك أنا أهلاوي، وقد إيه متعلق إن يشوف المباراة، بيقول له لازم، وليد بيقول له هيكون في 2000 تذكرة على الأقل للأشقاء أو المواطنين السعوديين، قال له أنا دي مباراة ما تتفوتش في الملعب، وأنا أروح أشجع الأهلي وأنا 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 وأنا، بصرف النظر عن هذا الاحترام الهائل للكرة المصرية، إلا أن الحدث ده اتحط وتوثق على المستوى العالمي. يعني أشار العمري إلى أن ده زيه زي ريال مدريد وبرشلونة. أيوة، وده اللي كنا بنقوله، وأتوقع أن حجم المشاهدة قد يتجاوز الديربي الأسباني. عايزينه يطلع بهذا الشكل. أيوة، اتعمل في الاستاد يا استاذ ابراهيم حاجه الزون فان. يعني الزون بتاع الاعلام وشفناه في كاس العالم، تعمل فان زون. الفان زون ده هيبقى استقبال الجماهير اللي تروح بدري، واللي مش هتلاقي مكان جوه الاستاد قطعا هتحط لها شاشات تستمتع بصوت الجماهير وهي قاعده بره وتشوف الحدث في الشاشات دي. وده التطوير اللي بيبقى في الاستادات، ده تطوير جديد في الاستاد ده بمناسبه هذه المباراه. هذا ايضا اهتمام فاق التوقع. كل يعني الامنيات الطيبه ان ينتهي هذا اللقاء بمستوى فني وسلوكي وحضاري. الترحيب احنا شايفينه، التوقع من الأشقاء والاستعداد، شايفين استعدادات استثنائية لاستضافة الحدث. إحنا بقى دورنا
وجماهيرنا واعلامنا ولاعبتنا، عايزين نحط الصوره اللي على هذا التوقع وتتجاوزه، بحيث ان يكون برضه العالم كله شايف ايه الديربي ده اللي قالب الدنيا. طيب وانت واحد من خبراء التسويق الرياضي، شايف ان الاهلي والزمالك كحدث جماهيري له هذا العمق التاريخي وهذه السوق مضمونه، مش مسوق من قبل كده بالشكل الكافي؟ ما هو ده تجديد، لان انت رايح تحت رعايه حدث، ها؟ ضمن حدث شامل كبير. يعني موسم الرياض هو اللي كان معني بالاحداث الفنيه. فاعتبرك انت حدث مصنف فني. وقال لك هنرعى هذا الحدث. ايوه. عشان يتاخد في منطقه ثانيه. من الاهتمام. منطقه مع كبار العالم، درجات العالم. ايوه. فهو هيسوق بشكل كبير. ولذلك حتى قدمت بعد الجوائز التقليديه اللي اعلنت في جوائز استثنائيه مقدمه من موسم الرياض. عشان تكبر حجم المكافآت الحوافز. حتى الطرف الثاني ضمن 150 ألف دولار بالاضافه الى ال 100 ألف دولار. ال 100 ألف دولار. واتوقع لو نجح هذا الحدث ان احنا هنشوف تسويق مستقبلي، ممكن احنا الظروف تسمح لنا ان احنا نعمل هذا الحدث في مصر بنفس الزخم وبنفس بتاع، بس فكره انك تسوقه ازاي وتكبر جوائزه ازاي، هو ده الاستغلال الطيب لحدث على هذا الاهميه. الحدث ده لا يقدر يسوق على اعلى مستوى وتتقدم فيه جوائز مبهره، لانه الاقبال عليه هيكون مختلف جدا جدا.